السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا آية إبراهيم. في الفيديو ده هنعمل خاتم باستخدام تقنية السكشن. يلا نشوف ازاي. أول حاجة هدخل الرينج اي دي، وهوصل خط ما بينهم، علشان يبقى الخاتم مضموم من البداية هعمل ريبيلد للخط ده ونضمه شوية. بعدين هعمل curve from two view، نختار الدايرة بعدين الخط، ونعمل ميرور. ممكن نظبط الخط اكتر، وطبعا لان الريكورد مفتوح هقدر اغير في الدوائر زي ما انا عايز. هعمل ريبيلد على 4 وهنزل النقط دي بس. وهعمل اكسترود كيرف بعدين بول للدوائر دي، وهدلت الدوائر الاساسية علشان اعمل البوردر في السكشن، واعمل ميرور. من فوق هعمل مستطيل من المد، ونختاره راوندد، وناخد منه نسخ باستخدام الضغط على الت ونسحب بالجامبول. وهوصل خط ما بينهم، وبعدين ميرور وترم. ونعمل جوين. بعدين هعمل اوفست للسماكة بتاعت الخاتم 0.6، ونقفل ما بينهم بخط هنا وهنا وجوين. كده احنا عملنا السكشن من فوق، وهعمل من تحت نفس الطريق. هرسم خط يوصل بين الارك ونهاية الدوائر دي وجوين. بعدين هعمل قفل ما بينهم بخط وجوين. وبعدين نعمل سويب تو. هعمل تشيك على كلوز ذا سويب، ومن الفرونت هعمل خط مايل كده
بعد كده ميرور وجوي ونعمل واير كوت. الواير كوت دي بنستخدمها في ان احنا نقطع في الاشكال من غير ما نضطر ان احنا نبني سرافس للقطع. هناخد السكشن ده كوبي وهعمل اكسبلود والخط ده هعمل منه اوفست 0.3 علشان يبقى فيه ليفل ما بينهم. بعدين اوفست 0.6 اقفل السكشن مرة كمان. هاخد الدايرتين دول هنا ونعمل سويب 2 هنيجي من الفرونت وارسم خط بس مايل اكتر وميرور وجوين مرة كمان. نستخدم الواير كوت اختار الخط والأوبجكت بس المرة دي هو هيدلت الجزء اللي أنا عايزاه فهختار invert عشان يعكس كده. هما ما بينهم موجود intersection ماسكين في بعض. هنيجي من تحت ونرسم خط وعمل offset curve on surface ونرسم خط بعدين rotate ونعمل sweep to. بعدين offset surface واحد وفالت ايدج. بس كده وبكده احنا عملنا خاتم باستخدام السكشن. فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وقولنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.